السلام عليكم متابعينا القناة أينما كنتم. باختصار، ناس بزاف شافت فيديوهات تاع الإمام أو المسرحية تاع الإمام كيفاه يتكلموا باللغة الإنجليزية بطلاقة. إذا في هذا الفيديو جبت لكم طريقة على بالي ماهيش مشروحة بصفة عامة لأنه فيها شوي احتكار، ماهمش الناس حابين يشرحوها لكم، لكن بالطبع أنا ما عنديش مشكلة، راح إن شاء الله نوري لكم واش راح صالي بسرعة، نحاول نوصل لكم هذه المواقع ولا هذه الافكار بسرعه، به ممكن تستعملوها انتم في الذكاء الاصطناعي. فتخيل معي الفيديو اللي نشرته والناس بزاف حاطتني نتكلم اللغه الانجليزيه او اللغه اللهجه البريطانيه بطلاقه، لكن انا ما نتقنش اللهجات كما هذه. الفيديو راكم شفتوه وطلقته في التيك توك وطلقته في اليوتيوب، راح نشوفه بك وش راح نحكيو الناس اللي ما شافتش. اسمع معايا. Hey there, channel followers. I've got a great video for you. A short clip caught on camera. I'll be sharing it soon, God willing. We're trying to edit it and publish it with you. Make sure you have your cameras ready and your microphones on. I'll show you an experiment in lighting. Check out your cameras, they're right here. I took this shot with a, as you can see here, I gave you the best camera for the experience. What to buy and what not to buy. I hope this video brings you and I will publish it soon on the channel. كما راكم تشاهدوا تكلمت باللغه اللهجه البريطانيه بطلاقه او باللغه الانجليزيه. اذا هذا موقع فقط للذكاء الاصطناعي اخر تقنيات، وهذه نصيحه للناس، ما زيدوش تصدقوا اي فيديوهات تشوفوهم، ما زيدوش تصدقوا اي صور تشوفوهم. الابتزاز الالكتروني كثر بزاف عن طريق هذا الذكاء الاصطناعي، تهديدات، وكاين ناس جهال مساكن ما يعرفوش، ما عندهمش تجارب، يصدقوا برك ويتخلعوا. لذلك فانا ان شاء الله راح نكشف لكم هذا الموقع هكذا باش تكون عندكم فكره عليه. هو موقع مدفوع بالمال، يعني فيها طريقه باش تدخل، مش هنشرح لانها ممنوعه. لذلك ف عم بحرك انا اعطيك الموقع. اذا هذا الموقع هو اسمه هايجن لابس، هاو الرابط نتاعو لابس هايجن دوت كوم، لابس هايجن دوت كوم كما كنت لابس نقطة هايجن نقطة كوم. درت له كابتير، فوالا هذا هو الموقع، هاو اللوغو تاعو وهاو الاسم تاعو هايجن لابس. يخرج الموقع بهذه الطريقة. إذا نكملوا، كما راكم تشاهدوا الواجهة تخرج بهذه الطريقة سهلة وبسيطة جدا. عندك زوج حوايج، عندك الأبلود هنا لكم تشوفوا فيه، وعندكم يوتيوب يو ار ال أو جوجل درايف. واش معناتها هذه؟ معناتها نقدر نجيبوا أي رابط، أي رابط تاع فيديو نحطوه هنا، ننسخلوه هنا مثلا هذا الرابط، مثلا نروحوا هنا نديروا كنترول سي ونجيبوا هنا كنترول في بهذه الطريقة، ثم نضغطوا على هذا السهم. هذا الرابط تجيبوه من اليوتيوب، يعني أي فيديو شفتوه في اليوتيوب عجبكم حبيتوا ترجموه ديروه هنا. مانيش عارف المدة، مازال ما متأكدش من المدة، اسكو راه يقول لك هنا من واحد ثانية حتى لواحد ساعة، يعني يقدر يجيب فيديوهات ترجمها لمدة ساعة كاملة. تخيل معي كون جات عندك كونيكسيون مليحة تقدر تتكلم، إذا كنت تتكلم مثلا بودكاست باللغة العربية تقدر، يعني تخيل معي تجيب فيديوهات تاعك تنشرهم باللغة الإنجليزية أو أي لغة تحبها. هذه حاجة الأولى. حاجة الثانية، مثلا أنت ماكش حاب من الفيديوهات، أنتك حاب تنشر، أنتك حاب حاجة من البي سي تاعك، إذا تضغط على أبلود فقط هنا، ثم تضغط على ثم تضغط على هذا المكان دروب تو ابلود، نكليكيو هنا، ثم نجيب الفيديو تاعي كما راكم تشاهدوا هنا، وسي بون ندير اوفرير عادي خلاص، ندير اوفرير راح يجيب الفيديو تاعي هنا. ومن بعد ننزل اسفل نختار لغه الفيديو، هي اللغه العربيه مثلا، اذا كنت تتكلم باللغه العربيه تضغط هنا، اذا كان اللغه اللي درتها اللغه العربيه اذا حاب تحولها بلهجه اخرى تضغط هنا وتختار اللغه تاعك اللي حاب يتكلم بها الفيديو جديد، مثلا كوريا، ألمانية، إنجليزية أمريكية لاكسنت اللهجة، أو إنجليزية إنجليزية باللهجة تاعك، يعني فيها بزاف أنواع لازم تجربهم، فيها فرنسية، ألمانية، رومانية، هندية، إندونيسية، إيطالية، وتقريبا اللهجات الأساسية. بعد ما تخلص فقط تنزل تحت، ندير هذه نمبر أوف سبيكر، يعني دير أوتو عادي خلاص، خليك من هذا الميكروفون، ومن بعد كي تخلص دير ترانزليت ذيس فيديو. يعني تكليك على السهم هنا، تحب ديروا فيديو او تحب تحولوا فقط اوديو، يعني ديروا كي ام بي 3، ولا تحب دير فيديو كومبلي يهضر به بالاخر تاعو، يعني انت حر، انت على حساب الكونيكسيون اللي عندك. وسي بون، وتنتظر الفيديو تاعك يتحمل في هذا المكان، ما دير والو، هي ثقيله شويه. بعد ما يتحمل الفيديو تصبح كيما هكا، ومن بعد كي يتحمل خلاص راه يخرج لك هنا داونلود تحميل، ويخرج لك مثلا نضغطوا هنا يخرج لك بهذه الطريقه.
تقدر تشوف الفيديو تاعك هنا وتقدر ايضا تحمله هنا. اذا كاين واحد المشكل صغير برك لازم نفهموه. هذا المشكل صغير احيانا الفيديو مثلا تاع الرابط يخرجك بهذه الطريقه، يخرجك مكتوب رابط كومبلي وفي النهايه تاعو صفر، تقول له مليح لانه هذه مشكله صارت دي فوا، يخرجك من الفيديو بهذه الطريقه. ها فوالا، ها عندي دوبل فوالا، يخرج بهذه الطريقه ما تقدرش تشغله، ويخرج ورقه بيضاء وكي تضغط الرابط هنا ما تلقاش، ما تلقى والو، تلقى رابط. اذا كيف حل هذه المشكله؟ سهل جدا وبسيط، نكليكيو في اخر الصفر هذه اللي خرجت لكم او اخر الرابط، ثم نديروا نقطه، نديروا نقطه فوالا، نديروا نقطه ومن بعد نديروا ام بي 4. راكم تشاهدوا زدت نقطه ثم كتبت ام بي 4 ثم نضغط اونتري، ثم تخرجي هذه يقول لي استخدم ام بي 4 ولا خليها كيما هكذا. نقولوا لا استخدم يوز ام بي 4، نكليك عليها تلاحظوا بلي ولات فيديو نورمال وتقدر تمشي بها عادي، من بعد تحب تكونفرتيها ولا تحب تطلعوا في اليوتيوب. لذلك فالناس اللي حابه تستعمل المحتوى الاجنبي في فيديوهاتها تقدر تستغل هذا الموقع، دير فيديوهاتها صغيره 5 دقائق تتكلم بالعربيه، ومن بعد كي تنشر راح يولي ينطق وحده باللغه، اللهجه اي لهجه تبغيها. هنا حيكون تحول تام للقناه تاعك من العربيه الى اللهجات الاخرى، افضل من الترجمه، افضل بكثير من اشياء كثيره. هذا هو جماعه، نتمنى اني حاولت نبارطاج معكم هذه المعلومه القليله اللي مش موجوده في الانترنت بكثره، فحاولت بلاد بلادي ولا اي متابعين قناتي ان شاء الله ولهوني برك، كاين حوايج زمان ما نتولاهش انا، دوكا ولهوني قال امين كيف هذيك الحاجه انا نبحث عليها، انا عندي القدره باش نبحث عليها وباش نلقى لها، نلقى المواقع هذو ان شاء الله بسهوله. على بالي انتم صعيب باش تلقاو هذه المواقع لانه نسبه البحث عليها صعيبه بزاف. فكما راكم تشاهدوا هذه هي هايجن لابس، قلت لكم موقع مدفوع لكن كاين طرق اكمل بكم بها وشرحناها من قبل، هي ممنوعه برك كيف تستعملوا هذا الموقع في كل مره. اذا نلتقي في مقطع اخر، سلام.